ادى لحظه تاريخيه. فعلا لحظه تاريخيه. النادي الاهلي كان دايما طول عمره سباق في ارساء قيم اداريه جديده، او مواكبه القيم الاداريه الجديده، او مواكبه التطور الاداري، تطور علم الاداره نفسه في النادي الاهلي، يعني تطويره، او يعني النادي الاهلي اتبنى على قيم، مجموعه من قيم الاداره الصحيحه، المبادئ الاداريه، مبادئ علم الاداره، هو ماشي على هذه المبادئ من زمان جدا جدا، ودي من قيمه الثابته، مش قيم الاخلاقيه، لا، قيم الاداره الصحيحه او قيم العلميه او الخط العلمي. فالنادي الاهلي ماسك في الخط ده من زمان جدا، قيم الاداره السليمه، قيم علم الاداره. فالاداره السليمه، انت هنا البلد، العالم كله عايش في مشكلة لم يواجهها من قبل. لا في الحرب حتى الحرب العالمية كانت في مناطق ومناطق أخرى، لا، اللي هي قضت على ملايين يعني. حتى الكوارث والزلازل بتحصل في أماكن وأماكن، لا، لكن ده الكارثة التي لم تواجهها البشرية من قبل، إنها عمت كل العالم. أنت محتاج تتعامل معاها، تواجهها، فبتواجهها بكافة السبل. الدولة بتواجهها دلوقتي حاليا بشكل جيد جدا، بشكل عاملة فيها أداء جيد بشهادات يعني الصحة العالمية وكده. أكيد. فإحنا هنا أنت بتواكب، النادي الأهلي بيواكب الحركة دي، أو بيواكب أداء الدولة ده بأداء إداري جامد جدا. النادي الأهلي مؤسسة كبيرة وقلعة كبيرة، وفي شغل لازم يتعمل، حتى شغل في الإطار ده، في إطار حماية أعضائه، في إطار توعية الأعضاء، أعضائه كبير جدا، وبيقوم بدور ريادي مهم جدا زي الأم بي في حرب 67 وفي 56 وكده. فأنت مواكب توجه الدولة، مواكب حركة الدولة. قدامنا على الشاشة هو كل أعضاء مجلس الإدارة، طبعا بداية من الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. قدامنا كل الاعضاء المجلس، الاستاذ خالد دمرتاج، الاستاذ طارق انديل، الدكتور راني علوان، الاستاذ ابراهيم القفراوي. بحاول بس طبعا تعرف الوضع الاونلاين طبعا غير البث المباشر، هو اللي بقى موجوده بكل اعضاء المجلس. هو الفيديو كونفرنس ده مش جديد، خلي بالك، بس هو انت كونك تدخله دلوقتي فده جديد، يعني هيبقى جديد في تاريخ النادي الاهلي، سابق في تاريخ النادي الاهلي طبعا. تاريخية. وبعدين ده خلي بالك هتبقى ثقافه العصر الجاي. من ضمن الحاجات اللي غيرها كورونا هيبقى ده، لان المؤسسات النهارده شغاله، معظم المؤسسات شغاله بناس موظفين شغالين في البيوت. تمام. وده ينقل المجتمع نقله كبيره جدا للمستقبل. ليه؟ لانه بيوفر عليك مواصلات، وبيوفر بنزين، وبيوفر حاجات كتير. وبدات فعلا في يعني جامعات في امريكا بدات من سنتين ثلاثه ان هي تمنع الحضور ويبقى التعليم عن بعد. فانت هنا داخل يعني حاطط رجلك في المستقبل، يعني طيب. اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي انا بحط رجلي مع المستقبل.